رالي لبنان 29 ب 30 حزيران 1 و2 تموز. المرحلة الخامسة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، والمرحلة الأخيرة من بطولة لبنان. تحدي بين أبطال من لبنان وأبطال من الشرق الأوسط. ولأول مرة بتاريخ الرالي مرحلة استعراضية من المدينة الرياضية تجمع الأبطال هيد تو هيد الجمعة 10 المساء. رالي لبنان 29 من تنظيم الـ ATCL بتشوفوه بالأوقات التالية مباشرة على الـ LBC.